نفذت حملة إقفال مطمر النعمة عند دارفيل والحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني لحماية البيئة وأهالي وسكان القرى والبلدات المجاورة اعتصاما عند مدخل المطمر في بلدة النعمة رفضا لوجود المطمر وتنديدا بالقرار الذي اتخذ من أجل تمديد العقد وعدم إزالته راهنا. وتزامنا عمد بعض المعتصمين إلى إقفال الطريق التي توصل إلى المطمر مطالبين بإقفاله نهائيا وإلغاء العقد مع شركة سكلين المتعهدة للمطمر الذي انتهى وعدم تجديده. نعلن عن بدء الاعتصام المفتوح عند مدخل المطمر بعد أن تجاوز الخطر على حياتنا وصحتنا وسلامتنا كل الخطوط الحمراء. نقترح كجمعيات بيئية خطة مستدامة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة. هذا المطمر اللي صار 15 سنة أو 16 سنة عم بيشتغل ووضع لمدة 5 سنوات وصارت المدة تتمدد وتتمدد وتتمدد، وآخر تمديد كان قبل كم يوم سمعنا أنه مدت لل 2015. طبعا هذا كله كلام مش دقيق ولا كلام سليم، لأنه من هلأ لشهر 1 بال 2015 لن تحل مشكلة النفايات الصلبة في لبنان. وناشد المعتصمون الدولة بأجهزتها كافة زيارة المنطقة ومعاينة التشوه البيئي الذي يخيم عليها عدا معاناة الأهالي من الروائح الكريهة المنبعثة من المطمر واستنشاق سمومها مع ما تحمله من أضرار على الصحة العامة. وأعلنوا الاعتصام المفتوح إلى حين رحيل سكلين معلنين أنهم لا يخضعون سياسيا لأحد.